بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعرب السمو فيه عن صادق تعزيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني رحمه الله، داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.